كيف حالك؟ ايش اخباركم؟ كيف حالك؟ ما شاء الله عليكم، كيف الحال؟ مو اخبار؟ شوف الشباب هذول اللي في خلفي، هذول المتطوعين للعمل الانساني، للعمل الديني، للعمل الوطني. بعد ايام بسيطه العوده للمدارس. في اسر كثيره في عمان متعففه تحتاج الى هذه الحقائب المدرسيه اللي فيها الدفاتر وايضا الاقلام والادوات المدرسيه والقرطاسيه. يا جماعة فعلا أريد منكم اليوم تكونوا في هذه الحملة بيد واحدة، لأن في أسر كثيرة محتاجة بس ما تتكلم. فلذلك اليوم أنا موجود في لجنة الزكاة لولاية مطرح، خصصوا هذه الأيام لتعبئة هذه الحقائب اللي تشوفوها أمامكم كلها بالأدوات المدرسية، يوصلوها للطلبة المحتاجين مسجلين عندهم في لجنة الزكاة لولاية مطرح. هذا اللي تشوفوهم أمامكم الآن الشباب هم كلهم متطوعين لتعبئة هذه الحقائب عشان توصل لمستحقينها من أبناء وأطفال الولاية. لجنة الزكاة والصدقة لولاية مطرح عاملة جهد جبار عشان توصل هذه الشنط والحقائب لمستحقينها. فعلا يا جماعة أتمنى حقيقة أتمنى أنه عدد الحقائب تزيد، لأن فعلا العدد اللي موجود ما يكفي، العدد كبير والحقائب قليلة. لذلك تبرعاتكم هذه تكون كلها في ميزان حسناتهم. متخيلين طفل يروح المدرسة وما عنده شنطة؟ لأن الآن الأدوات المدرسية أصبحت غالية، وأنتوا تعرفوا الأدوات القرطاسية وهذه الحقائب صارت غالية. فتبرعاتكم هذه والله مهما حيا هذا الطفل يدعي لك. فلذلك أنا حط أرقامهم يا جماعة. طبعا الجماعة هنا يستقبلوا التبرعات المادية وأيضا العينية اللي تخص المدرسة. أنا شخصيا أفضل التبرعات المادية عشان هم يعرفوا إيش يشتريوا الحلقات المدارس، الحلقة الأولى الثانية إيش تحتاج، أيضا الثالثة إيش تحتاج. فلذلك التبرعات المادية أفضل. أرقام حساباتهم وأيضا الباركود اللي يريد يحول عن طريق بنك ميثاق، ومسهل الموضوع، سهل جدا. وبحط لكم رقم تليفونهم في حال إذا حبيتوا تتواصلوا معهم، اللي حاب يوصل مجموعة أشياء قرطاسية وأيضا حقائب مدرسية عن طريق هذا الهاتف. ما أزيد والله ما أزيد والله ما أزيد. أرجوكم ثم أرجوكم، الأطفال ينتظروكم لأن أيام وتبدأ المدارس، محتاجين هذه الحقائب كلها في ميزان حسناتكم. السلام عليكم. اسمك عبد الرحمن صح؟ زدقالي. والنعم. أبى أسألك سؤال واحد بس، ليش أنت اليوم هنا موجود؟ في أطفال محتاجين من هذه الحقائب. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك وميزان حسناتك. شكرا لكم والله ما قصرتوا، يعطيكم العافية. أنتوا ناس تستاهلوا كل خير حقيقة يعني. يوسف ايش داخل الشنطه؟ وريني يلا. دفاتر اها، ومقلمه واقلام. هذه الاقلام رصاص لزق. اشوف وين لزق. برايه اها، مسطره، وملفات، وكراسه رسم ما شاء الله، وكراسه موسيقى بعد موجوده ما شاء الله. كل شيء كل شيء موجود داخل فيها.